رجعنا لكم عشان نبدا حلقتنا من ساعه صبحيه، نعرفكم بكل اللي معانا النهارده. معانا فقرات متنوعه، هنتكلم في موضوعات مختلفه، ولكن قبل ما اعرفكم ايه الفقرات الحواريه اللي هتكون معانا النهارده، هنطمن على حاله المرور من اللواء احمد هشام خبير المروري. اهلا يا سياده اللواء. صباح الخير لحضرتك وتحياتي لاسره البرنامج وللساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك حاله يعني النهارده الطرق عامله ايه. الخميس بيكون في سفر كتير، في اجازه بعدها، فبيكون في تكدس زي ما احنا عارفين، بيكون في حاله تكدس في المرور. حضرتك تطمنا على حاله الطرق النهارده. طبعا معلوم ان يوم الخميس ورشه عمل رسميه للعاملين باجهزه الدوله وكافه قطاعاتها والمصالح الحكوميه والخدميه، بالاضافه الى المدارس والجامعات، وده طبعا كان بينعكس على الرحله الصباحيه. الصباح الباكر كان في كثافات متصفيه الاحمال على كافه المحاور والميادين في ظل انتشار خدمات مويه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه. بحمد لله في الصباح الباكر ما كانش لا توجد اي حوادث مروريه تؤثر على الحركه المروريه. حاليا تم تسكين الرحله الصباحيه، حاليا يوجد سيوله الى حد ما في معظم الطرق الرئيسيه والطرق الفرعيه، لكن من المتوقع بالنسبه للظهور المسائيه والتي تبدا من الساعه 12 ظهرا هيكون في كثافات متحركه بالنسبه لعوده الموظفين من اعمالهم والطلاب والتلاميذ من المدارس والجامعات. هذا بالاضافه ان قامت الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع ادارات المرور بمحافظات القاهره الكبرى بالنسبه لمنافذ الطرق السريعه بمناسبه توافد الساده المواطنين المقيمين او القادمين من القاهره الكبرى الى المحافظات الاخرى لقضاء اجازه نهايه الاسبوع. لذلك قامت الاداره العامه للمرور بنشر خدمات مروريه مكثفه مدعمه بمجموعات الدراجات المخابيه والسيارات الغاز الفوريه وسيارات الدفع الرباعي مزوده بكاميرات المراقبه لملاحظه حركه سير السيارات اثناء توافد المواطنين الى الطرق السريعه سواء صحراويه او زراعيه اتجاه المحافظات الاخرى لقضاء اجازه نهايه الاسبوع. عايزين برضه نوضح للساده المشاهدين ان في تحسن في شبكه الطرق ابتدى اليوم بمناسبه كاس الامم الافريقيه التي تستضيف مصر في منتصف شهر يونيو القادم. بالفعل حاليا يوجد اغلاق جزئي بمحور النصف بالنسبه للقادم من نادي المقاولين العرب اتجاه شارع امتداد رمسيس بسبب اعمال كشف وصفتها بنفس الموقع لتحسين شبكه الطرق المؤديه الى استاد القاهره الدولي. ايضا حاليا توجد بعض الكثافات المتحركه ما زالت مستمره حتى الان منذ الصباح الباكر بالنسبه للقادم من الطريق الزراعي اعلى الدائري اتجاه نفق السلام. لذلك من سلسله قائدي السيارات سلوك محور بودر الفرج ومحور المرج وطريق شبرابان الحر لتخفيف ضغط تخفيف الضغط على الطريق الدائري. ايضا ما زالت الكثافات المروريه المتحركه ما زالت مستمره ايضا على محور 26 يوليو بالنسبه للقادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه مناطق وسط المدينه وميدان لبنان. لذلك احنا بننصح الساده قائدي السيارات سلوك طريق الصحراوي اتجاه مطلع الدائري اتجاه صفه اللبن او سلوك محور الواحات اتجاه طريق فريم الصحراوي ومنه الى ميدان الرمايه واستكمال الرحله عن طريق شارع الارهام. لذلك الحمد لله الامور طبيعيه، في تحسن في الاحوال الجويه وسطوع الشمس، عدم سقوط امطار، كل هذا وذلك ساعد على التسهيل والتسهيل والحركه المروريه. وطبعا في ختام الفقره المروريه بنتمنى السلام على الطريق والهدوء في القياده والالتزام بالقواعد واداب المجلس. بنشكر حضرتك جدا لواء احمد هشام الخبير المروري. الحقيقه يعني معلومات مهمه ومعلومات قويه، المفروض ان كل حد بيسوق يلتزم بتعليمات المرور. كويس جدا لو التزمنا بتعليمات المرور ولو التزمنا بكل التحويلات المروريه اللي بتقوم يعني إدارة المرور بأن هي بتقول لنا عليها، هيكون في انسيابية في الطرق، يعني مش هيبقى في تكدس مروري، وإن شاء الله نتمنى السلامة لكل المسافرين وكل حد بيسوق عربيته النهاردة. إن شاء الله يكون يوم سعيد عليكم جميعاً.